صباح الخير مشاهدينا الكرام على حضراتكم وأخبار جديدة وفقرات أخرى من هذا الصباح. صباح الأمل والعمل، صباح السعادة، يومكم سعيد بإذن الله. عندنا مجموعة من الأخبار ومجموعة من الفقرات. الساعة الأولى بإذن الله من الساعة 8 لحد الساعة 9 عندنا مجموعة من الأخبار ومجموعة من التليفونات أيضا والتقارير المتنوعة. وفي الفقرة الثانية أو في الساعة الثانية معنا فقرتين. الفقرة الأولى هتتكلم عن الصحة، بتقول إن مصر أول دولة مرشحة للإشهاد الدولي في القضاء على الفيروسات الكبدية. والحقيقة احنا في الفترة الأخيرة عملنا مجهودات كبيرة جدا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرات للقضاء على الكثير من الأمراض. الفقرة الثانية حياة كريمة وتكافل وكرامة بتسهمان بنصيب كبير في تحقيق الأمن الغذائي، وده شفناه ولمسناه في الفترة الأخيرة خاصة في شهر رمضان وما تبعه من أيام جهود كبيرة جدا لحياة كريمة وتكافل وكرامة على أرض الواقع. بعد هذا الفاصل بإذن الله هنبدأ مع حضراتكم أخبارنا وفقرتنا. أهلا بحضراتكم من جديد. الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الإفريقية الروسية الثانية والتي انعقدت بمدينة سان بطرسبرغ في روسيا الاتحادية. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لمدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية، حيث شارك في النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية. يسعدني أن أتوجه اليوم في الدورة الثانية للقمة الروسية الإفريقية التي تشرفت إلى جانب الرئيس بوتين بإطلاق نسختها الأولى بشكل مشترك عام 2019 خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، حيث صاغ هذا المسار إطارا مؤسسيا مستداما يليق بحجم وعمق الشراكة التاريخية التي تجمع بين الدول الإفريقية وروسيا. كما شهدت الزيارة لقاء ثنائيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. فخامة الرئيس بوتين، اسمح لي أوجه لك التحية والتقدير وأشكركم جدا على الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لنا. استقبلت بيه هذا فيه، وإحنا حريصين فخامة الرئيس على أن إحنا نلبي دائما دعوات فخاماتكم فيما يخص مجالات التعاون المختلفة أو أيضا على مستوى القارة الإفريقية، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من جلسات المؤتمر والتي تطرقت لكافة القضايا التي تهم القارة الإفريقية. وكذا عقد سيادته عدة لقاءات مع القادة الأفارقة. في نهاية الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة سان بطرسبورغ عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. التقت رئيسة وزراء صربيا أنا برنابيتش رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر إقامته بالعاصمة الصربية بلغراد لوداعه في ختام زيارة رسمية على رأس وفد برلماني إلى صربيا استغرقت لمدة يومين. شهدت الزيارة نشاطا مكثفا لرئيس مجلس النواب، حيث التقى رئيس الجمعية الوطنية الصربية ورئيسة الوزراء الصربية أنا برنابيتش، إضافة إلى النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربية. كما شارك المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في الاحتفالية التي أقيمت لتدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية بلغراد. الكويت البحرية نظمت زيارة لعدد من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للمصريات في الخارج بقاعدة الإسكندرية البحرية، وده بيجي في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع جميع المؤسسات الوطنية ونشر الوعي الثقافي في المجتمع. الزيارة تضمنت عرضا تقديميا لنشأة وتطور القوات البحرية بالإضافة لدورها في حماية المياه الإقليمية والمصالح الاقتصادية للدولة المصرية، فضلا عن تفقد عدد من الوحدات البحرية، حيث تم استعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة اللي شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية. النهاردة بإذن الله تنطلق خامس جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بحضور واسع من مختلف أطياف المجتمع. لجنة مباشرة الحوث السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي هتناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي حل تحديات العمل النقابي العمالي، وأيضا تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قانون الإدارة المحلية. كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد وافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الحد والثلاث والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي يوما من الأيام المشار إليها. المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه بجامعة مطروح برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 بالنسبة للجامعات والمعاهد، واللي هيبدأ في 30 من سبتمبر المقبل. تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوع تنتهي يوم الخميس 4 يناير 2024، بعدها تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء
9 يناير 2024، وبتنتهي الخميس 25 يناير 2024. الوزير أكد على جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمسة لبدء أعماله، وكذلك أكد على جاهزية معامل الحاسب الآلي بجميع الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد. تسلمت مصر رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا. ده جه خلال انعقاد المؤتمر الدولي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيتها العامة 20. التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعم آليات التعاون بين كل المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي أهداف ومناقشات جاءت خلال انعقاد المؤتمر السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيتها العامة 20 بالقاهرة، والتي تسلمت مصر الرئاسة الدورية للشبكة العربية من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا. اجتماعنا هذا العام مهم لأنه بيواكب 75 سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 30 سنة على مبادئ باريس اللي بتحدد صلاحيات الهيئات الوطنية المستقلة، وحط 90 خط تحت المستقلة، وهذه الهيئات بتحدد صلاحياتها واستقلالها المالي والإداري وفعالياتها مبادئ باريس اللي بيمر عليها النهاردة 30 سنة. مصر بتفخر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشاؤه بيحصل على المرتبة ألف، وده معناته أن الدولة المصرية لا تألو جهد لدعم هذا المجلس. بيتكلم على الرؤى والتحديات اللي بتواجهها قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي. في الحقيقة مصر يمكن بالذات خطت خطوات كبيرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وده راجع طبعا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني اللي بيتناول أهم القضايا الخاصة به. وبالتالي كل دولة من الدول الموجودة أعضاء الشبكة هيتولوا عرض التقارير عن ما تم في خلال العام الماضي في معالجة قضايا حقوق الإنسان. المشاركون بالمؤتمر أكدوا على ضرورة إعطاء دفعة قوية للاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في ظل ما توليه البلدان العربية من أهمية خاصة لتلك الحقوق ودعم مسيرتها. نتبادل التجارب، وأعتقد أن هذا مهم لتطوير دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عالمنا العربي من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان في شعوبنا. المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 300 شخص يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية يستمر على مدار يومين، ويتضمن جلسات علمية لتعزيز دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. استطاع المؤتمر الدولي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الوقوف على التحديات والاحتياجات وتبادل أفضل الممارسات بين أعضاء الشبكة، بما يسهم في تطوير برامج الشبكة العربية وتعزيز دورها على المستوى الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان. من مقر انعقاد المؤتمر بالقاهرة، أحمد ممدوح، أني. تفقد وزير النقل كامل الوزير أولى محطات ميناء العين السخنة قبل تسليمها لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم هاتشسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية كوسكو SMA للتوقف على حجم ما تم إنجازه. الوزير كشف عن أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الميناء سيصل إلى 1.6 مليار دولار، وستحقق عوائد تبلغ 5 مليارات دولار خلال فترة الامتياز التي تمتد لـ30 عاما. وزير النقل الفريق كامل الوزير يسلم أول وأكبر محطة للحاويات بميناء السخنة لتشغيلها وإدارتها وصيانتها من قبل التحالف العالمي الملاحي، بما يعزز من قدرات مصر اللوجستية في مجال النقل البحري. يأتي ذلك ضمن خطة القيادة السياسية لتطوير المواني البحرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي. شركات مصرية وطنية بدأت تشتغل، بيوت مصريين بدأت تتفتح، معدات بدأت تتشرى، والدنيا دارت واشتغلت 18 كيلو أرصفة عشان تفتح بيوت لا يقل زي ما قلت
عن 180 190 شركة مصرية موجودة. يبلغ طول محطة الحاويات هذه والتي تعد الأكبر في مصر ما يقرب من 2600 متر بنسبة تخزين 3.5 مليون حاوية. هذه المحطة تعزز من قدرات مصر فيما يتعلق بتجارة الترانزيت. نقدر عندنا أرصفة كبيرة تناسب طموحنا ان احنا يبقى عندنا تجارة ترانزيت. عشان عندك تجارة ترانزيت لازم عندك محطات بأعماق كبيرة عشان تاخد او تسمح بدخول المراكب الكبيرة ذات الغاطس الكبير والحمولات الكبيرة. ميناء السخنة بما يشمله من أرصفة وطرق وساحات لتداول الحاويات يمثل ربط بين ميناء الدخيلة في الأسكندرية وميناء السخنة في البحر الأحمر، ليمثل أهم ممر ملاحي يربط البحرين المتوسط والأحمر. تسليم أول وأكبر وأهم محطة للحاويات بميناء العين السخنة للتحالف البحري العالمي يمثل نقلة نوعية كبيرة للاقتصاد الملاحي المصري، بما يعزز من قدرة مصر على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وزيادة تصنيفها الملاحي. من ميناء العين السخنة، محمد عبد الصبور، النيل. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع بينضم إلي الأستاذ محمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية لشؤون النقل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. ميناء العين السخنة كلمنا عنه يا فندم وعن أهميته. أولا ميناء العين السخنة يعد من أهم المواني المصرية، وده مش بس على المستوى الملاحي، كمان على المستوى الصناعي والاقتصادي خلال الفترة الجاية، إن هو بيغير النظرية الاقتصادية لفكرة المناطق الصناعية في مصر. وده نتيجة للتحول لحاجة اسمها المناطق الصناعية الذكية أو الرقمية، زي المنطقة الصناعية الاقتصادية أو مناطق الظهير الخاص بميناء السخنة وبعض المناطق الأخرى المجاورة ليها، اللي هتبقى امتداد لمناطق صناعية جديدة خلال الفترة الجاية. المحطة اللي احنا تم تسليمها بالأمس بتستمد اهتمامها وأهميتها مش بس من كونها واحدة من أكبر محطات الحاويات في الفترة الجاية، لأن من كونها بتقدم على واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية اللي بتشهد نمو كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، اللي هي المنطقة الاقتصادية في منطقة السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس. وزي ما احنا متابعين خلال الفترة الأخيرة، المنطقة الاقتصادية والظهير الخاص بميناء السخنة بدأ يشهد إقبال كبير جدا من رجال الأعمال ومن المستثمرين، سواء كان في مصر أو في الخارج، للاستثمار في المنطقة. وده اللي الوزير قال إن حجم الاستثمارات في الميناء 1.6 مليار دولار، وكمان متوقع أنه يصل إلى 5 مليار دولار. لا، هي هيحصل فيها نمو كبير جدا خلال الفترة اللي جاية، خاصة في ظل الحوافز والرغبة العالمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية. غير حضرتك، في نقطة مهمة جدا انت وبعض الناس مش حاطاها في الاعتبار خلال الفترة الأخيرة، بعضهم بيراها سلبية، ولكن هي في الحقيقة نقطة مهمة جدا وداعمة جدا للاقتصاد القومي، اللي هي سعر العملة. سعر العملة أصبح جاذب جدا للاستثمارات الخارجية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، لأنه هو بيوفر له مبلغ كبير جدا لو هو بدأ يشتغل على عمالة كثيفة، فتصبح العمالة المصرية بالنسبة له ذات ربحية عالية جدا، فده يخلي المنطقة الاقتصادية قناة السويس منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية. وده اللي احنا بنشوفه خلال الفترة الأخيرة من تهافت المستثمرين على المنطقة الاقتصادية. معنى كده ان هيبقى في عندك رواج اقتصادي كبير جدا، وفي عندك عدد كبير جدا من المستثمرين بيجي يتعامل معاك في المنطقة الاقتصادية. ده معناه ان في كمية كبيرة من البضائع، وده بيضمن لك نجاح لأي محطة حاويات، سواء كان في ميناء السخنة أو ميناء شرق بورسعيد أو أي من مواني المنطقة الاقتصادية. قد يكون ميناء السخنة له ميزة خاصة نظرا لحجم الاستثمارات الكبيرة جدا اللي موجودة والبنية الأساسية والتحتية اللي موجودة، وموقعه كمان يا فندم. موقعه بحيث ان هو بيربط بين المناطق الاقتصادية الطبيعية اللي هي موجودة عندنا في مصر، وان هو في منطقة ربط ومنطقة قريبة جدا من معظم المناطق الاقتصادية، وفي نفس الوقت موقعه بالنسبة للملاحة البحرية ان هو ماسك حركة الربط بين قناة السويس وبين حركة الملاحة في البحر الأحمر. فميناء السخنة واحد من أهم المواني المصرية، لم يكن هو ثاني أهم ميناء موجود عندنا في مصر، وتقريبا هو رقم واحد في الجذب الاستثمار خلال الفترة الأخيرة. أستاذ محمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية لشؤون النقل، بشكرك شكرا جزيلا.
طبعا الشيء المهم اللي كل الناس بتحب تعرف عنه اخبار قبل ما تنزل من بيوتها الصبح هو المرور. ايه الطرق الزحمه، ايه الطرق الفاضيه اللي ممكن نسلكها علشان نروح لمناطق شغلنا؟ والحمد لله احنا النهارده في اول الاسبوع، وقرار الحكومه بعمل بعض الموظفين من المنزل يوم الحد، ده سهل شويه من الحد القادم ان شاء الله، ده هيسهل شويه كمان في الفتره المقبله يوم الحد خصيصا يعني في المرور. خلونا نشوف ده ونلقي الضوء عليه مع اللواء احمد هشام الخبير المروري. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج والمشاهد الكريم، وان شاء الله يوم مشرق سعيد للمصريين. اهلا بحضرتك يا فندم. تقريبا الزحام يعني طبعا طبقا للخريطه اللي عند حضراتكم والحاجات اللي عندكم والمعلومات بيبدا من يوم الاثنين، سبت وحد اعتقد بيكون اهدى شويه في المرور. كلمنا على الطرق الجديدة اللي اتعملت وتسهيلها للمرور في الفترة الحالية يا فندم. مفيش شك طبعا ان المعلوم ان يوم الاحد يعتبر ورشة عمل رسمية للعاملين باجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية بعد اجازة نهاية الاسبوع، في تنسيق تام ومستمر من غرفة عمليات الادارة العامة للمرور وغرف عمليات ادارات المرور محافظات القاهرة الكبرى لمتابعة الحالة المرورية، وخاصة بعد عودة السادة المواطنين من المحافظات الاخرى موطنهم الاصلي لقد عقب انتهاء اجازه نهايه الاسبوع واصدر من المدن الساحليه. ايضا بالنسبه للساده المواطنين المترددين من المحافظات الاخرى الى القاهره قبل قضاء احتياجاتهم، هذا بالاضافه الى اعتبارا من تنفيذ قرار بالنسبه لمعالي رئاسه رئيس الوزراء خاصه بالنسبه ليوم الاحد ان هو يعتبر اجازه بالنسبه للموظفين اللي هو اعمالهم لا تستدعي مباشره في التعامل مع المواطنين، ولما هيوصلوا لحوالي 3 مليون موظف على مستوى الجمهوريه، ده ساعد بشكل كبير الحمد لله منذ الصباح الباكر هدوء تام على كافه المحاول والميادين والطرق الرئيسيه، في ظل طبعا انتشار خدمات مروريه مكثفه مدعمه بالاوناش والاليات والمساعدات الفنيه بملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. ما فيش شك ان طبعا اعمال التوسعات والتطورات اللي شهدتها الطرق السريعه ما قبل عيد الاضحى المبارك، خاصه طريق اسكندريه الصحراوي وتحديدا من الكيلو 10.5 حتى الكيلو 106، وايضا طريق وادي النطرون العالمين التي تم توسعه وتطويره الى 8 حارات، 5 حارات للسيارات الملاكي و3 حارات للسيارات النقل الصخير والنقل المعطوره والشاحنات، ايضا بالنسبه لطريق القطامين عين السخنه والذي تم توسيعه وتطويره الى 7 حارات ذهابا وايابا، يساعد بشكل كبير على تسهيل وتسهيل الحركه المروريه خلال فتره الصيف بالنسبه لتوجه الساده المواطنين الى كافه المدن الساحليه اللي بتطل عليها تلك الطرق، هذا بالاضافه الى المحاور الجديده وطبعا ابرزها محور روض الفرج الضبع، وذلك يساعد بشكل كبير على تخفيف الضغط المروري على محور الطريق الدائري وعلى الطريق الدائري بالنسبه للقادم من طريق قريه اسماعيليه الصحراوي اتجاه مدينه السلام والمرج واتجاه الطريق الزراعي، ايضا شفنا كثيرا من المحاور اللي تم تنفيذها داخل مناطق وسط القاهره وشمال القاهره وجنوب القاهره واخرها وابرزها محور رياض الرزق واللي بيربط هضبة المقطم بطريق الاستيراد وطريق صلاح سالم، واخيرا بالنسبه لكوبري طه حسين، وده ساعد بشكل كبير على تخفيف الضغط المروري على محور رياض الرزق ايضا، ويساعد بشكل كبير على ربط منطقه المقطم بالمعادي ومصر الجديده وصولا الى الطريق الدائري، ايضا الكباري اللي تم انشائها في شرق القاهره وابرزها محور مصطفى النحاس ومحور ذكر حسين وكذلك طريق النصر، تساعد بشكل اكبر واكبر على تسهيل وتسهيل الحركه المروريه وقصر زمن المسافه وزمن الرحلات، لذلك من المتوقع ان اليوم هنشوف وسيله مروريه، هذا بالاضافه الى خفض درجات الحراره من امس الى 3 درجات مئويه، فده طبعا ساعد بشكل اكبر على الاقلال من خفض السرعه بالنسبه لحركه السيارات على كافه الطرق نظرا لاحتكاك الكاوتشوك بالاسفلت الساخن، فده طبعا بيساعد بشكل اكبر على تعرض من محو الخطوره، زي كنا دايما بنناشد على خفض السرعه حتى يمكن التحكم في عجله القياده والاخلال من احتكاك الاطارات بالاسفلت الساخن. يمكن ابرز ما لدينا اليوم اعتبارا من امس ولمده 30 يوم غلق كلي لطريق الاطارات في الاتجاهين بدايه من سور مطار حلوان الحرب وصولا للماء والدوراني قبل الطريق الصعيد الحر، ومناسبه اعمال انشاء القطار الكهربائي السريع واللي هيكون طفره في جمهوريه مصر العربيه والنميه. لحد امتى يا فندم الاغلاق ده؟ ده هيستمر لمده 30 يوما من امس، 30 يوم. 30 يوم. وتم اجراء تحويلات مروريه نتيجه لهذا القلق، المركبات القادمه من مناطق حلوان
اتجاه مناطق التبين وطريق الصعيد الحر يسلك يسارا الطريق الموازي لطريق الاستراد، ويتجه يمينا اتجاه نفق على الراشد، فيمينا شارع السكة الحديد والدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع القومية للأسمنت. صحيح. ثم يسارا محور الكورنيش ويسارا طريق المصانع وصولا لطريق الاستراد. أما المركبات القادمة من مناطق التبين وطريق الصعيد اتجاه مناطق حلوان والمعادي يسلك الماء والدوراني بمحور الاستراد، فيمينا طريق المصانع ثم يمينا محور الكورنيش، فيمينا شارع مدخل طريق أسمنت حلوان، فيمينا أيضا اتجاه شارع السكة الحديد، فيسارا الطريق الموازي لمحور الاستراد وصولا الى محور الاستراد. ان شاء الله يا فندم يخلص على طول باذن الله، والمحاور المروريه اللي حضرتك قلتها لنا دي تسهل كتير جدا على المواطنين ان هم يوصلوا لاعمالهم ويوصلوا للمناطق اللي عايزين يروحوها في اسهل طريقه باذن الله واقصر وقت. اللواء احمد هشام الخبير المروري، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لسيادتك. وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أكد على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستمرار والتوسع بالسوق المصرية. ده جاء خلال لقاء وزير التجارة مع وفد إحدى كبرى شركات صناعة السيارات الألمانية. تم استعراض الفرص التصديرية للشركة بالأسواق الإقليمية والعالمية. خلال اللقاء أكد وزير التجارة والصناعة على وجود فرص متميزة أمام شركات السيارات العالمية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري. وزير الإسكان عاصم الجزار أكد على ضرورة الاهتمام بأعمال البنية الأساسية بمدينة السويس الجديدة، على رأسها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والمنطقة الصناعية وتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات. جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان مع رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة أسماء مخلوف سير العمل بالمرحلة العاجلة على مساحة 300 فدان بالمدينة للوقوف على نسب الإنجاز للأعمال الجاري تنفيذها. من جهتها قالت رئيس جهاز السويس الجديدة إن نسبة الإنجاز في القطع السكنية بمشروع سكن لكل المصريين بإجمالي 86 عمارة بلغت 62%، وفي قطاع البنية التحتية بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه 32% وقطاع الصرف 74% وقطاع الطرق 65%. وزير التنمية المحلية هشام أمنة أكد أن تم توجيه المحافظات بضرورة الالتزام بترشيد الكهرباء والإغلاق الكامل لأي مؤسسة حكومية تماما عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن. أمنة أشار أيضا إلى أنه أعطى تعليمات مشددة إلى كافة المحافظين بضرورة الالتزام التام فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية، موضحا أن المحال التي يسمح لها بالاستمرار في العمل بخلاف ما هو معلن يجب عليها إغلاق اللافتات والاكتفاء بالإضاءات الداخلية. الطقس طبعا يعني كل الناس بتسأل على الموجة الحارة دي امتى تهدى شوية، مش بنقول ان هي امتى تخلص خالص ولكن تهدى شوية. خبراء الارصاد بيتوقعوا ان يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء. للمزيد من المتابعة تنضم الي الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. السؤال المعتاد، هل الموجة دي مكملة معنا في شهر 8 ولا ممكن تنكسر حدتها شوية؟ لا الحمد لله انكسرت حدتها أمس، ومتوقع كمان استمرار الانتصار اليوم، لأن احنا بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، واليوم متوقع أيضا تكون 35 درجة مئوية، لكن هي الفكرة إن في استمرار لارتفاع نسب الرطوبة، يعني حصل انخفاض في قيم درجات الحراره بحوالي 3 لـ4 درجات، احنا الاسبوعين الماضيين سجلنا درجات حراره بشكل مستمر عظمى على القاهره الكبرى في ظل 38 و40 درجه مئويه، لكن امس كانت 35 فانخفضت بحوالي 3 لـ4 درجات، ومتوقع استمرار الانخفاض على مدار هذا الاسبوع، يعني رجعنا للاجواء الصيفيه المعتاده،
اللي هو بيبقى فيه ارتفاع في نسب الرطوبه، وده طبيعي جدا. احنا داخلين كمان شهر 8 اللي معروف دايما بالارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه، هو ذروه فصل الصيف بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه، فارتفاع نسب الرطوبه هي اللي مكمله معانا ومخلينا نحس بالاجواء الحاره او الاجواء الرطبه فتره النهار. لكن طبعا احساسنا بالطقس واحساسنا بدرجات الحراره قل عن الايام الماضيه واختلف عن الايام الماضيه. طقس اليوم حر رطب على القاهره الكبرى والوسط البحري والسواحل الشماليه للبلاد، شديد الحراره كمان على المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. احنا بنتاثر في طبقات الجو العليا بامتداد منخفض جوي، المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا ده بيعمل على انخفاض درجات الحراره، توزيع الرطوبه في عمود الهواء ككل، فبالتالي خلينا نحس بنسب رطوبه اقل، وده متوقع نلاحظه بشكل كبير خلال فترات الليل. فترات الليل في نشاط نسبي للرياح هيقلل احساسنا بنسب رطوبه، فهنحس بانخفاض درجات الحراره والاجواء المعتدله والاجواء اللطيفه فترات الليل في معظم انحاء الجمهوريه وخاصه في المناطق الشماليه. ما زالت الشبوره المائيه معانا بتتكون فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه. على مدار هذا الاسبوع كله هتكون متوسط درجات الحراره ما بين 35 ل 36 درجه مئويه، وده طبعا يعتبر اقل من الاسبوع الماضي، فحصل ان الموجه دي بدات تكون اقل حده. لكن وارد جدا نتاثر بموجات شديده الحراره في شهر اغسطس، ده طبيعي ان احنا نتاثر بموجات شديده الحراره تبقى زي الموجه اللي فاتت، لكن مش هتكون زيها في الاستمراريه، لان احنا مش الطبيعي ان احنا نعتاد على موجات ارتفاع في درجات الحراره تستمر قرابه اسبوعين. وارد يحصل ارتفاع في درجات الحراره لكن هتكون مده 3 إلى 4 أيام، وتعود درجات الحراره لمعدلاتها، ومع نهايه شهر 8 تبتدي درجات الحراره تبدا تتجه نحو الانخفاض مع 9 كمان، لان في شهر 9 الخريف بيبدا، فبيبدا درجات الحراره ونسب الرطوبه تقل. لكن النصيحه الاساسيه في فصل الصيف ان احنا لازم نتجنب اشعه الشمس، اشعه الشمس المباشره هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره وقت الظهيره تحديدا، شدة الإشعاع الشمس اللي بيوصل الأرض بيبقى قوي جدا، فلازم نتجنب أشعة الشمس بقدر الإمكان. ولو أنا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. وطبعا مهم جدا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية، ولو نقدر نكون موجودين في أماكن جيدة التهوية ده هيساعدني على عدم الإحساس بنسب الرطوبة وعدم الإحساس بارتفاع درجات. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. فقرة السبتة اللي مع حضراتكم في هذا الصباح لعشاق التمارين الرياضية وعشاق الرياضة، فقرة الأيروبكس، بعدها نكمل أخبارنا إن شاء الله مع زميلة مجد القاضي، تابعونا. صباح الخير، معاكم النهارده كابتن رنا. النهارده هنقول معلومه هتفيدنا في الجيم. بيجي كلاينت كتير بيسالوني يا كوتش هو ايه الفرق ما بين ان انا اخس في البيت وبين ان انا اخس في الجيم؟ انا ممكن الكلاينت عادي يخس جوه البيت بان هو يظبط نظام النيوتريشن، يظبط نظام التغذيه بتاعه، يعني انا لو قللت عدد الكالوريز بتاعتي وحسبتها كويس هخس عادي وانا في البيت، مفيش مشكله. بس الفكره في الجيم ان انا دلوقتي الجلد ده بيبقى تحت دهون، انا دلوقتي لو نزلت الدهون دي من غير ما جين موسلز او اطلع عضلات هيبتدي يحصل لي ترهلات في الجلد، فابتدي ان انا اخس بس اخس بعيا او شخص فتنس، احس ان انا في هزلان في الجسم بسبب ان انا لما بعمل نيوتريشن او تغذيه نظام تغذيه قاسي شويه في ان انا اخس ارجع، فلما بروح الجيم او كده وما التزمتش فبيبتدي ان انا يحصل لي ترهلات في جسمي كلها. فايدة الجيم ان هو بيبتدي يشد لي كل الترهلات دي عن طريق ان احنا بنجيب ماسلز او بنعلى عضلات في الجسم، فبيبتدي يشد لي كل الترهلات دي، فالشخص بيبقى شكله ان هو خاسس بس خاسس بطريقه صحيه، مش حاسس ان هو تعبان او هزيل او العضلات نسبه العضلات النورمال حتى الطبيعيه اللي في جسمه قلت. من الاخطاء اللي بتحصل في الجيم ان انا بفرد الجوين على الاخر او المفصل على الاخر، المفروض وانا شغاله على الماشين ان انا ما بفردش المفصل على الاخر، بفرد بس اخري سوفت تمام، لكن مينفعش اعمل لوك كده. ليه؟ عشان انا شايله ويت او شايله وزن، مينفعش الوزن المفصل هو اللي يشيله، هو الويت اللي مهيئ ان هو يشيله العضلات، فانا سي لو عملت لوك بيبتدي ان الوزن كله بيقع على المفصل، وده هو المفصل مش مهيئ ان هو يشيل وزن، المفصل مهيئ بس ان هو موفمنت حركه
اللي بتوصلني ان انا اودي الويت للموسلز. تاني خطأ بيحصل في الجيم ان انا لما بشتغل اي يعني موفمنت اي حركة في الجيم بشتغل بسرعة. لا، هو الصح ان انا كل ما ببطئ الموفمنت بتاعتي كل ما بفيد العضلة اكتر. الموضوع مش سرعة، مش عدت وخلاص، لا، اهم حاجة ان انا ببطئ خالص الموفمنت بتاعت الحركة عشان كل زاوية في المسلز تاخد يعني كل زاوية في العضلة تظبط معايا وتحس بالويت، فهستفاد بالتمرين اكتر. ثالث خطأ بيحصل في الجيم ان انا باخد الدور وبعد كده ما بريحش وبدخل الدور اللي بعديه على طول. لا، انا لازم لعبت دور لازم اريح على الاقل 40 ثانية. تمام؟ ليه؟ عشان انا دلوقتي وانا شغال بيبتدي الجسم بيفرز حاجة اسمها حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك ده بيبتدي ان هو عامل زي الفرامل بتاعة العربية كده مثلا، بيبتدي ان هو يخليني مش قادر اجي في اخر كام عدة، مش قادر اخد الموفمنت كاملة او الحركة كاملة. فانا ببتدي اعمل ريكفري 40 ثانية ان انا بحاول اقلل الحمض اللاكتيك ده من المسل عشان واشرب مية عشان اقدر ان انا العب السات اللي بعدها كويس ويعني وبطريقة كويسة. لكن انا لو دخلت السات اللي بعدها على طول مش هقدر اكمل السات، يعني زي هي لو كانت 12 هعمل 7 وهقف مش هقدر اكمل. خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا وهستناكم في الحلقة الجاية.